اليوم ده هو بنسميه يوم العتق من النيران. ليه؟ لأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام الخير يوم طلعت عليه الشمس يوم يوم عرفة، عرفة. يباهي الله فيه أهل السماء بأهل الأرض. يعني ربنا بيباهي أهل السماء بأهل بأهل الأرض الأرض. ويقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق. يعني ربنا بيقول لأهل السماء: شوفوا كل اللي في الأرض دول اللي مجتمعين وبيقولوا في هيئة واحدة وصوت واحد لبيك اللهم لبيك، كل اللغات وكل اللهجات تذوب حول هذه الكلمة، الكل بيجتمع في كلمة واحدة. فربنا بيباهي أهل السماء بأهل الأرض ويقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا فوعزتي وجلالي لم يرى يوما أكثر منه عتقا من النار مثل هذا اليوم. الله. يعني في اليوم ده ربنا سبحانه وتعالى بيعتق رقاب كثيرة من النيران. طب ده يخليني اسال حضرتك فضيله الشيخ، انه يعني الساده المشاهدين اللي معانا دلوقتي واحنا لسه في الساعات الاولى من صباح يوم عرفه، الذين لم يكتب لهم حج بيت الله الحرام، يعني ربنا ياذن للجميع وياذن لينا ان شاء الله قريبا، يعملوا ايه علشان يعني يماثلوا حجاج بيت الله الحرام في الثواب وفي الذكر وفي الدعاء ايضا؟ نعم، خلينا نقول ان هذا اليوم لو جاز التعبير، انا هقتبس تعبير كده يعني ممكن يكون قريب من اذهاننا، هذا اليوم أوكازيون، يعني فيه عطاءات كثيرة وفيوضات كثيرة من الله. هناخد أول حاجة إن غير الحاج، الكلام ده للحاج بقى، العتق من النيران والفضل بتاع ربنا الكبير ده. طب غير الحاج، إحنا كلنا يعني نوينا صيام هذا اليوم، مظبوط، مش كده؟ ربنا يتقبل صيام ذلك. هذا اليوم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول: لو أنت صمت اليوم ده وبس، ربنا بيديك ثواب أو أجر يعادل أجر سنتين عبادة. الحديث بيقول إيه؟ صيام يوم عرفة أحتسب على الله تعالى أن يكفر به ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة مقبلة. يعني يوم واحد ربنا هيغفر به ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة. طب سنة مقبلة، السنة الماضية احنا عرفناها، سنة مقبلة ازاي؟ العلماء وقفوا مفكرهم في ان ربنا هيكفر ذنوب سنة مقبلة ازاي؟ قالوا ربما ان ربنا سبحانه وتعالى يجنب الانسان الاخطاء في السنة اللي جاية، يخليه ما يعملش ذنوب، او ربما ان يذنب ذنوبه ربنا سبحانه وتعالى بيغفرها له مسبقا بصيامه ليوم عرفة. يبقى جمهور المشاهدين هنيئا لكل إنسان صائم هذا اليوم. ليه؟ لأن صيام يوم عرفة يوم واحد بنية صادقة يكفر الله به ذنوب سنتين.